توفي اليوم الفنان والنجم المصري القدير ومدير التصوير رمسيس مرزوق. وأعلن الفنان المصري سامح الصريطي خبر الوفاة عبر صفحته على فيسبوك. وكتب الفنان المصري سامح الصريطي: فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق. ويذكر أن الراحل رمسيس مرزوق شارك في العديد من الأعمال الهامة، من بينهم فيلم اضحك للصورة تطلع حلوة مع الراحل أحمد زكي، وفيلم إسكندرية كمان وكمان مع الفنان والمخرج يوسف شاهين، وغيرهم من الأعمال الفنية الهامة. وقدم الفنان القدير رمسيس مرزوق على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين، من بينهم يوسف شاهين ورضوان الكاشف وشريف عرفة ويسري نصر الله، وذلك في عدد من الأفلام منها اضحك للصورة تطلع حلوة ومرسيدس وليه يا بنفسج والصعود إلى الهاوية وآه يا لي الزمان. وقدم عدد كبير من نجوم الفن التعازي لأسرة الراحل، طالبين من المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.